غزة والله ودا يمقف ذاك ليه ها تبي تساعدهم اليوم هذا هذا لا لا تعبان تعبان ذا ابو خله خله يمشي يمشي تعبان قد شغلته ما يشتزي ما يشتزي يظهر هو على جنب ايش اسوي انا ساعد ساعد سلطان طيب كيف ما عليك ما عليك ما ما انا يعجبني روقانك في الطبخ يا ابو صقر انا اللي اعرفه عنك انت رجل هادي ما شاء الله عليك حتى في كتابه الابيات لكن في الطبخ ما شاء الله يوم يوم احتر 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 ما شاء الله عليك يلا راح نستقبل اتصال معانا الو الو السلام عليكم منى منى السلام عليكم نسمعك تفضلي الو تفضلي نسمعك السلام عليكم وعليك السلام الصوت مو واضح مره تكلمي تكلمي يا منى نسمعك ابي اعطي مقاتل لعبد العزيز يستاهل يستاهل عبد العزيز شكرا لك عندك كلمة حابة توصلينها للشباب أبيهم يستهدون ويبعدون عن الخصم ما نبي نشوفهم برأي خصوصا عبد العزيز مفكر ان شاء الله ان شاء الله ونقاطك والله يجزاك خير ونقاطك وصلت لاخونا عبد العزيز المسفري مشكور الله يجزاك خير ولا يهينك ها اسمع يقولوا لك ابعد عن الخصم واضبط امورك ابعد عن الخصم اي ابعد عن الخصم ما علي خصم الحمد لله انا مؤدب اخي ما شاء الله الحين قدرين طبعا خلص الغاز عندهم فحولنا الغاز عندنا هنا والامور زينه ان شاء الله طيب الامور ان شاء الله 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 شكرك علي بالمسمار تكفى عطنا قصيده يا ابو صقر من ابياتك الججله انا والله دامني في البث ابحرجك عشان اطلع اللي عندك لانك ما انت رادني هنا ماني رادك سمعت بجيك اسلم تعال تعال ساعد عزيز بعطيك تغريدات ايه يقول شبيب ابجيك ابجيك شبيب البزنس كفو هلا يا هلا في كل وافي وكل من له قلب صافي هلا فيكم تزين القوافي يا هلا البزنس كفو يا هلا البزنس كفو يا هلا البزنس كفو هلا يا هلا في كل وافي وكل من له قلب صافي هلا فيكم تزين القوافي يا هلا البزنس كفو يا هلا البزنس كفو بالسوالف والفوايد والنوادر والقصايد كلنا صايد وفايد يا هلا البزنس كفو يا هلا البزنس كفو ضونا كل وقت حية عامنا بشاذلية ضيفنا يالله حيا يا هل البزنس كفو يا هل البزنس كفو من نزل سوق التجارة يتعب الكسب الصدارة عالم البزنس شطارة يا هل البزنس كفو يا هل البزنس كفو الحماس من البداية لين تتويج النهاية للتحدي فيه رايا يا هل سلطان طفى الحين ها مشان مشان خلنا قهوة ارحب يا ابو شبيب يا مرحبا مبارك ابو مبارك كم ياخذ وقت ربع ساعة بس لا 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 ابو مبارك
طيب قطالو يسمحون نحط قدرنا معهم. وعي يقول لا. الرجع يقول ابو حسين. ايش ايش يبغى يطبخ عندنا؟ ها؟ ما ما نطبخ عندك. ترى نجي هلا خلا يردون. يلا يلا. خلص الغداء ويجيك. ولد بيض الله وجهك. الله يطول عندك معروف. وشو؟ عقبالك حصلنا على غاز يمطر يمطرنا. وكيته محسوبت لك يا ابو معجب الله يطول عمرك بيض الله وجهك وجهك الحمد لله انك انقذتنا بعد الله الله يكون فيها غاز الله انا طلاقه راعي حلقة انت حق قدامي يا اول مره عيل واحد يدعي بقوه الشراحه اول واحد اشوفه هنا ينطح النار احنا هرينا هو نطح اطل اطل مكرون تشبت النار ما تمسها ما فينا رعاء اطل مكرون اطل مكرون خليني احطه ابيك يلا مين ناخذ اتصال مع ريام نقول الو السلام عليكم وعليكم السلام تفضلي نسمعك صار في خلل تقني وانقطع الاتصال الاعداد ايش فيكم الاعداد انت عبد العزيز ما يصير كذا يا عبد العزيز ليش لا خلل تقني عندنا ايش اللي ما يصير اعطونا صوت ال صوت الاربيز ايه عبد العزيز ارحب بما اني طال عمرك الحين في صدى اه جره صوت ايش اجره اعطني شيء نجره في اتصال ايش في اتصال تفضل يا ابو عزام السلام عليكم يا مرحبا عليك السلام كيف حالكم طيبين بخير يا ام الخير يلا حيا شلونك بشرنا عنك مرتاح والله ابشرك كيف الحال يلا حيا نحمد الله عندي نقاط اذا في نقاط اهديها المهذل تهديها لمن المهذل ابو عزام انت عشان الشاهي ايه علومك ساك طيب والله بخير نحن وشلون عمتي والشيبان طيبين كلش على ما تحب طيبين بخير ربي لك الله يجعل دوم بس لك الله يطول لي عمرك ابو عزام بس مهذل ما هو معنا في المطبخ يمكن تعطي نقاط ابو عزام ارحب انا ذكر خل ابد عطها طال عمرك شو اسمها ابو صقر يستاهل ابو صقر عنده ابو صقر ابو صقر لكن بيض الله وجهك تبي نقاطك وصله تراها يغلق جدا عشان ايش وجهك طال عمرك اطر الشاهي اللي عنده ابو صقر يا عم الله تشرح عندي بيض الله وجهك بيض الله وجهك ابو عزام اي ابو عزام وفقكم الله الله يبقيك ابو عزام سلم لي على عمتي وسلم لي على الشيبان كلهم ان شاء الله الله يبلغ ان شاء الله لكن سلم لي على خالتي عنصر سلم لي على خالتي فلان وعلى عمتي فلان لا حمد ولد عمتي هذا ريح نفسك ريح نفسك ريح نفسك ريح نفسك وكن من النعمة اللي عندك تعال وكن من النعمة اللي عندك عطنا مشاركة عطني أنت إيش أقول لهم أي جر الصوت يا حزو إيش أبيك ها تقدر تحطه بقدر ايه تقدر تحطه حطه يدري وين تحطه حطه بالفريم ناقصه ملح وبهار انا نزود بهار يلا عزوز عطنا ايوه ايش على عرفي من اللحم مفروم هنا عطنا ايش اقول اي شيء شيله قصيده غرد قصيده يقول واذا جاء ايش اسمه اذا جاء اتصال بسوي لك بط يقول لا اه تعرف ذكر يقول يا عيني لا يا عيني لا تبكين خل انفقاتي لا آه. لا لا ضيعتها طيب عطنا شيء ثاني يلا انت ما شاء الله عليك امس منطلج ما غير تغني عطنا من الصوت يا عزوز يا يا قا ابكي يلا راح يا عين لا تبكين خل انفقاتي
اذا انقال وراح وقال ومشى وعود. الله يا ابو مبارك ما عندي يكفيني هنا يا اهلي في متواجدكم معي. ناخذ اتصال من اختنا ريهان، تفضلي. الو. يا مرحبا. السلام عليكم. وعليك السلام ورحمه الله. ابغى اوجه نصيحه محمد المسردي موجود؟ محمد المسردي موجود لكن ما هو جاي يسمعنا الحين، راح داخل بيجي. تفضلي تهدين نقاط او تحبين تعطينا كلمه لاخواننا. أنا والله كان مخاطر نصيحة لمحمد بس مو موجودة، أبهني النقاط. تهديل له نقاط؟ جزاك الله خير. أيوه. شكرا لك أختي. يستاهل أبو شبيب، يستاهل. يستاهل أبو شبيب. الآن اللي جاه نقاط أنت. أنا هو أبو شبيب وأبو صقر، باقي اتصال. باقي اتصال آخر وندعي من الله أن سلطان الدويحس يجي نقاط. لا بيجيه بإذن الله، أنا كلي أمل أن الاتصال القادم راح يخص سلطان الدويحس. سم الغاز قبل وجهي. لا احلم احلم يا شيخ، تفضل يا شيخ احلم، بيجيك بيجيك نقاط من جالس متكي وغداك يطبخه الرجال عنك. عبد العزيز الصقر ما ودك تغني لنا؟ تسمحوا لي اجلس اجلس مع سلطان واسولف معه؟ لا 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 تجلس مع سلطان وتسولف معه، خليه يقعد جالس. اين هذا يا جوده يا ولد؟ هذا يا جوده. اي بس لا 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 تشب عليه جدا. سم لبيه ابي اجيك هالحين بنتكن ياكو. لا لا بتجيك ان جيتك من الجمهور. ها زعلت؟ زعلت؟ تعال يا سلطان لبيك تقصد علينا، طال عمرك. مهذل مهذل طفيت مروينه يا مهذل كامله دام القدور تطبخ وخلص الحمز خلاص.